سارة بقى عايزين طبعا نتكلم النهارده عن فيلم مقسوم. مشاركه بقى قولي لنا دورك في ايه. دوري هو البروديوسر اللي بتجمع الثلاث ستات عشان يغنوا الاغنيه تاني في الفيلم اللي احنا بنحاول نعمله انا وعمرو وهبه. طيب الفيلم طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده استاذه ليلى علوي، شيرين رضا، سماء ابراهيم، توليفه كده جديده. دول اساتذتي اللي اتعلمت منهم، اتعلمت كتير قوي، وهم شخصيات مختلفه وفعلا عندهم تجارب في الحياه غنيه جدا، فانا استفدت منهم قوي. الفيلم ممكن الناس شويه بتشبهه بريفو. هو في وجه تشابه في حاجات معينه، عناصر زي التسعينات وزي المزيكا، بس هي قصتين مختلفتين تماما والرؤيه مختلفه تماما، وانا كنت متحمسه اشوف كوثر يونس هتتناول حاجه زي كده ازاي. برضو دورك يعني في الفيلم تحسيه شبه شويه ريفو ولا لا؟ لا مش شبهه خالص خالص. شريره؟ مش طالعه شريره؟ شريره لا، طيبه طيبه طيبه. هتطلعي بتغني في الفيلم او في غنى في الفيلم؟ لا لا انا مش بغني خالص، انا بغني بس اللي هو بعد ما بنخلص تصوير بروح اغني بقى وانا في الاوضه عادي. فتره التسعينات بقى بتمثل لك ايه، وايه اكتر حاجه كده بتفكرك بيها؟ بتمثل لي الهدوء، وبتمثل لي المصيف، وبتمثل لي لمه العيله، قرايبي، الكانتين. ايه اكتر حاجه كنت بتجيبيها من الكانتين؟ عصير بست التفاح. رجع دلوقتي تاني. لا حلو. ايه الالعاب بقى اللي بتفتكريها فتره التسعينات؟ تاماجوتشي، كان في بتاع اسمه تاماجوتشي بحبه قوي، اللي هو بتاع كده لذيذ. طيب نيجي بقى الريفو شويه، الناس بتسال امتى نشوف جزء ثالث لريفو؟ الاجابه دي عن الاستاذ ناير، من ألذ المؤلفين اللي انا اشتغلت معاهم بصراحه. هو يعني ريفو طالع من مخه. بس انا نفسي طبعا يبقى في جزء ثالث، بس لا اعتقد.